يا صباح الخير، يا صباح السعادة، ويا صباح الجمال على كل الناس اللي انضمت لمتابعة برنامج صباحات سودانية. مرحب بكم في فقرتنا الثانية. فقرة دي مميزة جدا جدا يا جماعة، ويعني سعيد جدا وفخر ويعني شرف كبير وعظيم جدا انه يكون معنا داخل الاستديو استاذة لينا زين العدين اللي هي إعلامية ومذيعة، والأستاذ خالد السباعي إذاعي. احنا هنتكلم اللي هو عن واحدة من المبادرات، يعني لو لاحظتوها في الفترة اللي فاتت كانت منتشرة في الأيام المضت اللي هو في الفيسبوك، اللي هو صور كثيرة اللي هو عن المبادرة، وحتى لو شفتوا بتشوفوا في الصور اللي هو مجموعة من الإعلاميين ومجموعة من نجوم المجتمع. هنتكلم عن مبادرة كوباية بتفرق. أستاذة لينا زين العدين، مرحب بك، صباح الخير عليك. صباح النور عليك ويا أحمد، وأكيد سعيدين جدا أن نكون عبر عمر 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 سوار، سعيدين جدا أن نكون في يعني الشاشة، دائما هي سباقة للمبادرات وحريصة جدا أنها توثق كل حاجة. دي ما أول مرة أكيد أنه إحنا نطلع عبر شاشة سودانية 24 وصباحات سودانية، وإن شاء الله نقدر نوصل إن شاء الله معلومة المبادرة بالصورة اللي بيفهمها المواطن ويبادر معانا إن شاء الله بإذن الله. أستاذ خالد السباعي، أهلا وحبك. ازيك يا عمر؟ ايوه انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ كيف اخبارك؟ كيف اخبارك؟ صباح الخير عليك يا اخي، نورنا في صباحات سودانية. حبيبي حبيبي، مبسوط اكون معاكم، وان شاء الله نقدر إن شاء الله نوصل الفكره ان شاء الله باذن الله. طيب نحن بدايه اللي هو عايزين نعرف اللي هو مبادره كوبايه بتفرق. حنبدا بك يا زينة، مصطلح هتبدا بالكبار طبعا. نبدا بالكبار. لا بالكبار معناته بالكبار. لا لا طبعا اللي بيشوف ده كده ده الصلع احنا اكبر ناس. لا لا ما تشوف كمون كمان، ما تشوف كمون كمون برضه. الحلقه في رعايه الصحه. على العموم كوبايه بتفرق يا عمر، هي كانت فكره، مجرد فكره. حسينا بانه احنا كاعلاميين عندنا مسؤوليه تجاه المجتمع، عندنا مسؤولية تجاه أهلنا، خاصة لما يكون في ظروف صعبة بتمر بالبلاد. كلنا شاهدنا الأحداث الأخيرة بسبب السيول والأمطار والفيضانات اللي ضربت مناطق في ولايات السودان المختلفة، كان على إثرها إنه ولاية الجزيرة، المناقل، عبود ومناطق وقرى تانية تأثرت بالفيضانات وتأثرت بالسيول والأمطار، ولاية الشمالية وغيرها من الولايات، فبالتالي ناس كثيرة فقدت ما بين يوم وليلة منازلها. إحنا كإعلاميين مجرد فكرة، كنا قاعدين في شارع عنير نشرب في شاي وقهوة كالعادة وكالمعتاد لكثير من الناس، إعلامي ما إعلامي، أي مواطن بتلقاه إنه عنده مساحة من نفسه أو ساعة من وقته بيقضيها مع أصدقائه في شارع عنير، بيشربوا قهوة شاي، بيشربوا أي حاجة يعني. فإحنا قاعدين فكرنا، قلنا يا جماعة دي ساعة بنجي نقعد يومين أو أكثر، طيب إحنا في الساعة دي ليه ما نخلق حاجة أو مبادرة نقدر نساعد بها الناس؟ اللي كانت عبارة عن ونسة يعني. ونسة. إحنا حالنا ما أفضل ولا يعني أحسن من الناس، المنازل تضررت ولا غيره، لكن قاعدين. فقامت ريم قالت لنا يا جماعة بدنا نقعد كده. تحية ليها ريم مامون ويونس محمد. تحية ليهم. تحية. وبالإضافة لخالد، كلنا أصحاب المبادرة. خالد كان في البيت وإحنا كنا قاعدين في شارع النيل. فقامت قالت يا جماعة لين إحنا ما بدل الساعة اللي بنقعدها هنا نمشي نقوم نجيب شاي وقهوة من بيتنا ونجيب في شارع النيل ونوري المارة إنه أدعم معانا أهلك بمقابلينك، بس تشيل كوباية شاي أو قهوة بالحاجة اللي بتقدر عليها. الشاي بكيفك، الشاي بكل النكهات والقهوة بكل النكهات، كيفك هو البحكم وكيفك برضو اللي بيحدد انت عايز تدفع كم وتساهم بكم، ولو ما عندك برضو تشرب وتمشي. فقلنا والله فكرة جميلة وحلوة، كده ما نقوم في الموضوع ده مباشرة نبدأ به. اتصلنا على خالد قال لنا قدام ما في مشكلة والله فكرة حلوة ومجنونة. يعني أنا بس أنا داير أعرف إنه يعني الفكرة الاسم ده جا من وين الاسم، فبقينا نفكر في إنه طيب المبادرة دي هنسميها شنو وهنبدأ بها كيف. فقام يونس قال والله أنا بختار يعني بخترع إنه نسميها كوباية بتفرق. فأنا قمت وترينا نسميها ساعة بتفرق، ما إحنا هنقف ساعة في اليوم من 5 لـ 6. قام قال لي لما نسميها كوباية بتفرق بعدك نضيف لها ساعة بتفرق، وهكذا الأفكار بقت يعني في يعني تضارب في الأفكار، في مشاركة للفكرة نفسها. وبدينا أنا بس سريعا قبل ما ننتقل يعني محاور تانية، حابة أذكر إنه أول ما يعني أطلقنا المبادرة واتفقنا عليها جميعا وعلى شكل البوست هيكون كيف ونزلناه على السوشيال ميديا بالاتفاق، أول ما نزلناه اتصل علينا صديقنا اسمه جرجس، هو صاحب محلات بن الرجاء، يعني إن شاء الله يعتبروه إلى ما مشكلة. اتصل علينا قال لنا أنا سامع عندكم مبادرة بتاع الشاي والقهوة، طيب ليكم مني 2 كيلو بن يا سلام عشان تبدو طوالي. دي الحاجة اللي حمستنا إنه إحنا طوالي. الكلام ده كان يوم
يوم السبت لحد الاثنين احنا طبعا بنعمل. انتوا بديتوا، طيب استاذ خالد يعني انتوا كبدايتكم يعني انتوا فكرتوا في الحاجه دي واللي هي كانت قاعده واتصلوا عليك هيناي. طيب انا بس داير اعرف اللي هو الناس اللي شاركت يعني، يعني ملاحظ انه انا حتى شفت الصور وحاولت انه انا اصلكم اللي هو، بس اللي هو ما عرفت الحاجه دي وين يعني. مره اشوف اللي هو انها في شارع النيل، مره ثانيه اللي هو بشوفها في شارع المطار ولا حاجه دي طبعا. اللي هو يا ريت تحدثنا اللي هو عن المكان اللي هو بتنطلقوا او انطلقتوا منه او انطلقت المبادره، بالاضافه للاشخاص اللي شاركت معاكم. جميل. المكان هو من اول يوم لحد امس ولحد الليله ان شاء الله برضو صح يا لينا؟ صح. لحد الليله برضو حيكون نفس المكان اللي هو شارع النيل مقابل برج الاتصالات بالجهتين. بالجهتين يعني جهه يعني انت رايح انت جاي احنا حترجعنا لك بالضبط. يلا يمكن يتغير ده بنقول نيل محور ثاني، انا ما اعرفك بعدين حتى اللي هو انه كان المفروض المبادره دي تنتهي الليله بس شكل التجاوب الكبير والتفاعل بتاع الناس والفيدباك اللي جانا والناس لا واصوا يا جماعه مددوها يومين ثلاثه يوم، في ناس عايزه فرصه انها تجي ما لقت فرصه في العام اللي فاتت بالضبط. فغالبا نمدها لحد يوم السبت ان شاء الله. احتمال نغير المكان لكن لحد الليله حيكون في برج الاتصالات شارع النيل. الناس كلها تفاعلت، انا ما عايز اخصص جزء معين من الناس ولا من الاصدقاء ولا من الزملاء لكن حابب اشكر اي زول وقف في الشارع الشارك بيبوري اللي وقف معانا سال دشنو الناس ساهمت ودعمت كل الاصدقاء والزملاء الاعلاميين والصحفيين في شركات كثيره جدا بادرت بانه تصلنا. على فكره احنا ما قدمنا ولا دعوه لاي زول لاي زول خالص، اللي هو بس عباره اللي هو كان عن يعني اللي هو بس انتوا نشرتوا الحاجه دي في في السوشيال ميديا وعلى الواتساب لكل الزملاء. ما دعينا زول، احنا ورينا شكل المبادره ومن اول يوم لقينا تفاعل كبير جدا جدا. في زملاء كانوا حريصين جدا يتصلوا علينا، اتصلوا عليكم مصورين تواصلوا معانا وصلونا في شركات تفاجأنا لقيناهم في الموقع. صحيح. اليوم التحية حقيقة الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة تاني يوم مباشرة من المبادرة، اليوم الثاني لقيناهم موجودين وحاضرين وقدموا دعم كبير جدا جدا. برضو شركة دواجن الوكيل من أول المبادرة كانوا حريصين أنهم يكونوا معنا وكانوا معنا فعلا وبرضو قدموا دعم وللآن مستمرين بأنه كل أفراد الشركة بيجوا بتعاونوا معنا في شركة. يعني في البداية أنتوا كان اللي هو شغل فردي ودافعين من جيبكم. أيوة وإلى الآن إحنا من جيبنا. بعد ذاك لو شاركت معاكم اللي هو الشركات كلها. أيوة. اللي انت ذكرتيها. أيوة. تحيه اليوم وان شاء الله يعني ميزان حسناتهم ان شاء الله. طيب نحن دايرين نشوف يعني شكل المشاركه، هل كانت شايفين انها مرضيه بالنسبه ليكم انتم كاعضاء في المبادره؟ مرضيه جدا لسبب واحد، احنا ما بنقول انه مثلا المبادره ثلاثه يوم حتى الان. المبادره ثلاث ساعات، احنا بنقف ساعه واحده بس. ايوه بالضبط، نجيب ساعة واحدة من الساعة 5 للساعة 6. كونه احنا في 3 ساعات قدرنا حصلنا مبلغ ولو مرضي نوعا ما، ولو بيعمل حاجة، ولو بيقدم خدمات وحوجات لأهلنا المتضررين، احنا معناه كده عملنا حاجة. ما قاعدين ناخد زمن كتير، كلها ساعة أو ساعة ونص بالكتير، من 5 ل 6 ونص ونملم حاجاتنا ونتوجه ونمشي. الموضوع ما مكلف تماما، نجيب القهوة من البيت كل يوم بيزيد عدد السلامس. هي عبارة عن قهوة شاي؟ قهوة شاي بكل النكهات. اوكي. شاي بالقرفة، شاي بالقرنفل، كيفك بيحكي. ما عندك مشكلة. طيب كوباية بتفرق اللي هو ممكن يكون عصير تدخل حاجات كده مستقبليا عشان نجيبكم. عايز تجيب العصير؟ لا لا لازم انشر. فثلاث ساعات انا شايفه خالد اكيد بتفق معي انها هي مرضيه. احنا ما نقول ثلاثه ايام، احنا بنقف ثلاث اليوم، احنا بنقف ساعه واحده بس في اليوم، والساعه دي بتفرق وفرقت كثير جدا جدا. والجميل انه الناس بيجونا ثاني يوم بيقولوا احنا امبارح جيناكم بيجينا عشان ندعم ثاني، لانه امبارح كنا متفاجئين ما شايل. وفي اللي بياخذ حساب بنكك مباشره، وفي اللي بيقول لنا يا جماعه انا بمشي وبجيكم بيجي راجع فعلا. ما في زول خزنه، لا جو راجعين والله، ما في زول خزنه بجد. يعني تحيه لكل مواطن سوداني حريص هميم على هم البلد وعلى اهله وعلى ناسه. احنا حابين نشكرهم هنا، نقول شكرا لكم كلكم. جميل. لانكم بادرتوا وقدمتوا وساهمتوا لدعمنا ان شاء الله وموصوله. استاذ خالد يعني انتوا يعني في الفتره اللي فاتت او اللي هو خلال الايام اللي فاتت دي اللي هو كنتوا في شارع النيل، طيب شكل المشاركات بما انه المتاثرين من السيول والفيضانات اللي انتوا عاملين لهم المبادره دي اللي هو خارج اللي هو نطاق الخرطوم او اللي هو في ضواحي الخرطوم حتى، طيب عملتوا شنو له بخصوص المبادره اللي لكم انتم تنقلوها من مكانه ده اللي هو ممكن لاطراف الولايه او اللي هو تمشوا حتى للمتاثرين للولايات بورت السودان اللي هو مثلا ممكن تمشوا المناقل الولايات المتضرره جدا جدا يعني في ولايه الجزيره، فعملتوا شنو بخصوص الموضوع ده؟ طيب خلينا ابدا لك من نقطه يمكن تكون معنويه ونفسيه شويه.
خصوصية شارع النيل في السودان عموما في أي مكان، خصوصية النيل نفسه، العطاء، العنفوان، الطاقة والإيجابية، الحاجة دي ممكن تكون أدتنا إحساس إنه كل السودان ممكن يكون موجود أي في النص كيلو نحن بنكون موجودين فيه ده. وده فعلا الحاصل. أنت لو 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 كنت متابع الحاجة ده على السوشيال ميديا حتلقى إنه كل أطياف الشعب السوداني تقريبا ممكن تكون موجودة في شكل الصور. أنا عايز أقول إنه من البعض المتجولين، الشباب اللي بيكونوا شغالين غسيل عربات في الشارع، حتى المشاركين معنا بالضبط كلهم شاركوا. أيوة، وعلى فكرة ده أول ناس شاركوا معنا. يعني تعرف إنه دائما الحياة في أولها بكون شوية كده الموضوع إنه ده شنو معلوم بيعملوا في شنو، فدي الأول ناس يقفوا معنا ودعمونا، ويمكن كانوا هم المشجع الاول في انه الحياه دي تستمر. خليني يا خالد معلش اقاطعك، نذكر انهم هم كانوا يعني الاول الداعمين، انهم هم ما عارفين في شنو. أيوة. ما عارفين حتى انه يعني في يعني ما عندهم متابعه انه مثلا في قرى غرقت، في ناس غرقوا، فجوا سالونا قالوا لنا في شنو، وقلنا لهم انه السيول والفيضانات في منطقه كده، وريناهم صور كده ده الغرقانين. يعني تخيل انهم لما سمعوا المعلومه دي مشوا وجوا راجعين، واول ناس ساهموا بالحاجه اللي بيقدروا عليها، فكانت ديك يعني لفته بارعه جدا جدا. يا سلام يا سلام. ارجع لك لسؤالك، نحن حنمشي الولايات ان شاء الله المسافره، وبعدين بالمناقل ان شاء الله لو ربنا هون، بس شويه كده المبادره بعد ما تنتهوا من اي ان شاء الله. ومن هنا عايز اوجه تحيه خاصه جدا لاهلي في المناقل كلهم. انا من المناقل بالمناسبه، اي انا شخصيا من المناقل، والحد الليلة البيت الكبير وخيلاني وخلاني في المناقل موجودين، وحاليا قاعدين هناك وعايشين مع الناس كلها. ترسل لهم تحية كويس، بسلم عليهم شديد زول وبجد. مش هنا بس، حتى في المناقل كمية التماسك الظهر، والحاجة دي ما غريبة على ناس المناقل أبدا على الإطلاق بالمناسبة، ولا غريبة على السودانيين في أي مكان. صح صح صحيح. فحنمشي المناقل إن شاء الله، مع عشان أنا منها، لكن لأنه ممكن تكون من أكثر المناطق اللي تضررت واللي تأثرت بالحاجة دي، فربنا يقدرنا نوصل ونوصل الحاجة ان احنا حاسين بها ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. طيب أستاذة لينا، يعني هتستمروا في المبادرة دي بخصوص الكوارث ولا في حاجات تانية يعني ان شاء الله؟ طبعا هو يا عمر، العمل التطوعي ده يعني إحساسه بتكون شاركتك كثير انت يعني كإعلامي، إحساس العمل التطوعي وانك تبادل وانك تقدم حاجة بدون مقابل إحساس ما سهل. إحساس أول حاجة إحساس بالمسؤولية كبير جدا، وإحساس بأنه انت بتعمل في حاجة كويسة وما منتظر يعني دعمي من زول، مش دعم بمعنى انه ما منتظر انه الحاجه دي تاخذ عليها مقابل. فالحاجه دي خلتنا نفكر حرفيا في انه احنا نستمر، في انه احنا نبادر في مبادرات كثيره. شاركنا كثير في مبادرات مع ناس ركايز واستراحه الاطفال مرضى السرطان وغيره، ربنا يشفيهم جميعا. لكن كحاجه فعليه حقتنا احنا بديناها بفكرتنا احنا، كانت كوبايه بتفرق، ولقينا في تجاوب كبير جدا جدا، ولقينا محبه كبيره جدا من الشعب السوداني. انا متاكده انه احنا هنواصل. هتواصلوا بنفس المسمى؟ لا اكيد ما بنفس المسمى، هيكون في مسميات ثانيه حسب الحاجه وحسب الحوجه. وربنا يقدرنا لو في اي حاجه مستحصيه على علي علي مواطن في البلد او هم كبير على قلبه، نحن نقدر نساعده ونزل له الهم ده ونساعده في انه نقدم له دعم ولو حتى معنوي. الفكره في انه نحن ما عدد المبلغ اللي جمعناه كم، في متطوعين معروفين لهم التحيه كلهم، يا عصام سوهندا وكل الشباب والدسول القايمين على المبادرات الخاصه بالسيول والفيضانات، مما السيول والفيضانات هم الداعم الاكبر والسبب في انه احنا يكون عندنا فكره. جميل انه يكون في ناس مؤثرين في السودان بيتنافسوا على العمل الطوعي، بيتنافسوا على الاجر. فاحنا ما بنتنافس عشان احنا احسن منكم ولا انت احسن مننا، لا، الفكره في انه انت عملته وقدمته، احنا برضه نعمل ونقدم، واحنا برضه نخدم اهلنا ونساعد اهلنا. فانا بتخيل دي حاجه جميله جدا انه الشباب يكون بالوعي الكبير ده ويقدروا يخدموا اهلهم ويقدروا يساعدوا البلد. نتكلم دائما احنا من ما بدات الثوره، بنتكلم دائما عن التغيير، نتكلم عن انه كيف الناس تكون متكافله. ليه ما نحاول؟ ما دي محاوله للتغيير، كونك انك تبادر فكرة أو مبادرة جديدة، دي بداية التغيير. التغيير ما بيحتاج نتكلم ونرفع شعارات فقط، وإنما نعمل أكيد. صحيح. طيب أستاذ لينا، يعني من خلال يعني الصور، وده سؤال اللي أنا ماشي جايك ليه أستاذ خالد، اللي هو كان في صور نجوم مجتمع، داير أعرف أستاذ خالد قدر شنو النجم السوداني يعني بيخدم المجتمع، يعني هاد بيساهم في الحاجة دي، بما إن هم ما شاء الله يعني في شخصيات كبيرة كانت معاكم صور وإعلاميين. صحيح. بداية خلينا أشكرهم كلهم أول حاجة، يعني بدون فرز زي ما بنقول عادة، وشكر خاص جدا لأي زول يتواصل معنا في الأيام الفاتت من الأصدقاء النجوم، سواء كانوا
إعلاميين أو فنانين أو شعراء وغيره. لقينا تجاوب منهم كبير جدا على فكرة، ولقينا إنه الناس دي قدروا شنو ممكن تكون فعلا مهمومة، وكل واحد فيهم زينا يعني كان بيفكر في إنه كيف الحاجة ممكن تبقى وممكن كيف يكون شكل المشاركة بينه وبين بين الناس الموجودين. والحاجة دي خلت الناس تتواصل معنا بشكل كبير جدا ويجوا ويصلونا ويكونوا واقفين معنا، وفي ناس بتجي صدفة وناس بتسمع إنه يا جماعة أنتوا وين أنا جاييكم. فالنجم السوداني مع إنه كثيرين من الناس بالمناسبة يعني في كان في البوستات إنه بيعلقوا عليه إنه ده شنو اللي أنتوا بتعملوا فيه ده، لكن النجم السوداني حضوره طاغي واضح مؤثر جدا جدا. تخيلنا في البداية قبل ما يفهم. أيوة أيوة. تجاوب بيجي عكس. بالضبط. فالحاجة دي مهمة لأنه هو في الأول وفي الآخر واحد من المجتمع السوداني. واحد من المجتمع. وشنو ما وصلت نجوميتك وشنو ما بقيت نجم مجتمع أو اسم في الآخر أنت سوداني، الحاجات اللي جواك بتكون سودانية 100% وبتحركك غصبا عنك. أكيد. غير أكيد. إنه أكيد أنت عندك معجبين، في ناس بيحبوك. في ناس بيحبوك. فلما يكون في نجم حاضر معانا في المبادرة أكيد بيأثر. على الطريق وده اللي حصل. بالضبط. يعني أنتوا كانوا نجوم الليلة أنا جايكم. من الناس اللي ظهروا معانا مثلا الليلة أنا جايكم. مثلا نجوم سكة الضياع يعني دكتور جلال حامد روح محمد نعيم سعد من أوائل الناس اللي اليوم من أول يوم وبادروا وكانوا دافع كبير لأنه ناس غيرهم تجي، الممثل محمود حتة، الفنان صلاح ولي، ديل جو، وكان عندهم تأثير كبير جدا في الشارع. يعني صراحة كان بيجي في الشارع بيقول لهم ادعموني اوه استاذ صلاح كيفه. ايوه الفنان مصطفى السني اتصل امس انه كان عاوز يجينا بس ما عرف الموقع، ان شاء الله يكون معنا اليوم. فبالتالي انا بعتقد انه النجوم اللي عندهم محبين معجبين بيكون عندهم تاثير اكبر انه الناس تقيف وتسال وتعرف في شنو. جميل جدا. طيب اذا في حاجه ثانيه ممكن تتقال؟ والله انا عايز اقول حاجه صغيره بس. يا ريت يا جماعه، يا ريت كلنا كسودانيين لما واحد فينا يقدم نفسه في انه يقدم حاجه لعامه الناس، يا ريت بكل الحب وبكل المحبه نحاول نساعده ونجيب جنبه. نبطل شويه موضوع التنمر لانه الحاجه دي بقت فظيعه بالمناسبه. الاستهتار والاستهزاء. التنمر ده كان كمون. لا كمون. فيعني يا ريت الناس دائما الحياه زي دي والمبادرات الطيبه انتوا خدوا حسن النيه وصفوا النية زي ما بيقولوا وافتحوا قلبكم، والحاجة دي مهمة جدا في انه الحياة تمشي لقدام. نحن كشعب سوداني في الفترة دي بالتحديد محتاجين شديد انه نكون مع بعض، نكون جنب بعض، نكون متكاتفين. فرسالة لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشوفنا وبتسمعنا انه يا جماعة بالله اي شكل من اشكال المبادرات في اي مكان ايا كان الناس اللي قايمة به يتقف معهم يتلم روحك بالعربي يعني ما يلت تتكلم سلبي لين المساحة لك. طيب أنا حابة أقول لكل الناس إنه يعني نحنا ما بنعمل حاجة في حاجة ما مهمة، بالعكس دي حاجة مهمة جدا جدا. نحنا قاعدين في بيوتنا ومرتاحين وكده، لكن إحساسنا بالمسؤولية تجاه أهلنا وتجاه بلدنا وتجاه وطننا خلانا نفكر ونطلق مبادرة اسمها كوباية بتفرق. المبادرة دي لكل الناس المتضررين من الأمطار والسيول والفيضانات في كل ولايات السودان، هنبدأ بولاية المناقل. كوباية بتفرق، أدعم أهلك لو عندك لو ما عندك، حتى لو بدعم معنوي. نحن مستمرين في المبادرة، اليوم إن شاء الله الساعة 5 هنكون أمام برج الاتصالات شارع النيل الخرطوم. هتستمر لمدة يومين، هنعلن عن المناطق في الأيام الجاية. ممكن كمان دي مساحة إنه أنا أعلن إنه إذا أنت وما قادر تصلنا برضو عندنا رقم حساب 220-17-10 باسم يونس محمد، 220-17-10 باسم يونس محمد. وتحية ليونس وريم ولكل الأصدقاء اللي كانوا معانا من بداية المبادرة وحتى اليوم مستمرين ومكملين، والتحية لكل زول اتصل أو حاول يصل وما قدر، وشكرا مرة تانية للسودانية 24 وبالخصوص أستاذ أيمنكم. لا 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 ينتظر ليلي بعد. شكرا لك يا أستاذ لينا. شكرا لك يا عمر. شكرا لك وصباح الخير مرة ثانية. شكرا لك يا أستاذ خالد السواعي، صباح الخير عليك. شكرا لك يا عمر وشكرا لكمون ولكل طاقم سودانية واللي بكري حسبه. بكري. بكري. سعادة جديدة الليلة. والمايك تعبوا معي شديد. شكرا لكم صباح الخير. إن شاء الله منورين دائما. يعني كل الناس كل الشباب. ما تحديدا اللي هو بكري حسبه. والله بكري عشان باين حاجة. ده الأخطر ناس لأنه بيجيبوك يا جابوك كده غريب. ظبطوك طيب المصورين برضه. المصورين برضه. شكرا لكم يا عمر العظيم. شكرا جزيلا والله سعيد جدا إنه الليلة كنتوا معنا على منصة صباحات السودانية.